Ti nofo? O. Lyfyd i'n dast. Corriga! Ti fica no sofá. Sofla calva! Manta mão put! Diz a corriga na menina. Andou, te vamos lá. Eu te bacalhou, te bacalhou, mas que... Eu não sei se você vai fazer isso aqui, mas isso é aí. Mas fakur, ilham, ينزل, تلاقي الكلام فرير. Ilham? مبدئيا وقبل اي حاجة لازم نتكلم على سبب اختفاء مبدئيا الرجالة وقبل اي حاجة عايزين نتكلم على سبب اختفاء في سببين اول سبب منهم النت الكابتن ده كان سارق نت من جيرانه تمام وكان لاجي على نت جيرانه وبعد كده ما شاء الله يعني مفيش نت خالص مفيش في السجن في الحمام طبعا انتوا عارفين طبعا نت في الحمام كنت لازم عشان اكلم مثلا على الفيس ولا اي حاجه اقوم اخد الحمام او اقعد اشخ وانا ما هي دي كانت الطريقه الوحيده الصراحه اللي كنت اعرف اتكلم بس انت كنت انت بس كنت بتقول انت بتاخد اللاب كله جوه الحمام لا مش اللاب اللاب بقى عشان احنا شكلنا غلط اصل الوان اللاب بيبقى مختلفه بيبقى واقعيه اكتر الصراحه دي كانت كبيره كده اه بعمل الموبايل صغير صغير كده احنا ما بنستمتعش كده اتفرج على ايه انا بتفرج على مسلسلات اه تركي اه ثقافية تثقف معلوماتك بس يا بابا عشان في قرايب بيتفرجوا على الفيديو ما بتودريش في ده والله العظيم الراجل ده محترم قمه شايف الدقن اللي عندي قمه وما شاء الله بقى قلت بقى اللي انا يعني احاول بقى ايه اللي انا اجيب بقى خط ليا نت قلت بقى ربنا بقى يكتب عليا بقى جيب نت ربنا يكتب عليك يا ربنا هيفتح عليك من واسع بس عيب بس عيب انا دافع بقوم الفلوس اتحمل المهم رحت بس انترال بقى عشان شوف بقى ايه كان على خط الارض بقى فلوس قد ايه ما شاء الله ده كان من 2010 ما دفعلوش اي حاجه بيقولوا 500 جنيه فقلت ما شاء الله ده هم سمعت الرقم اصلا يعني ما شاء الله قلت ده مالها السرقه والله العظيم حلوه زي الفل مش دفع ولا مليم من جيبي وكان عايش زي الفل ده وانا ادفع فلوس عشان طب ليه؟ والله الحرام حلو والله انا حبيت الحرام الحلال مش حلو خالص هو حرام بس انا حبيته اه والله جميل قوي فاضطريت اني ادفع 500 جنيه بس طبعا بعد عذاب بعد دفعت 500 جنيه طبعا عشان خط ارضي يشتغل ده لسه بقى النت اللي المفروض هدفعها كل شهر فطبعا لازم ادفع 160 جنيه بس طبعا النبي يعني عشان 160 جنيه 16 ميجا عماد بيقول عليه ده وانا برضه اللي دافعه يا عيل المهم يا عم ربنا يصلح حالك يا عم يصلح حالك يابا في ايه بط ولا ايه؟ صلى على النبي والسبب التاني بقى من اتفاقنا بقى بسبب العيق ده برضه يعني لا مفيش اسباب تانية هو لا في سبب تاني ليه؟ انا اقول لك السبب التاني هيبقى طب برافو انت قعدت فخد فخد اه ده مش الفاظ تطلع على اليوتيوب يا فخد ياي بي قوي انا اسف انا مفخداتي اصلا سبب اختفائنا احنا الاتنين بقى احنا من النوع اللي مش بيحب ينزل فيديوهات كتير اوفر يعني كل يوم فيديو كل يوم فيديو ليه بقى؟ ان مثلا يعني لو احنا نزلنا فيديو فشيخ واجى عليه اقبال بقى ومش عارف ايه لو صورنا ونزلنا فيديو بعديه تمام والفيديو ما طلعش قد كده ما بنحبش ننزله لان بنحس ان هو مش نفس مستوانا صح بنحس كده ان هو مش نفس مستوانا فما بنحبش ننزله فبالتالي احنا يعني لحد ما بنصور كتير وما بننزلش بننزل فيديو واحد لان الفيديو اللي بعده لو حلو بس مش بنفس مستوى الفيديو الفشيخ اللي احنا نزلناه مثلا يعني حتى لو هو مش فشيخ بس مستوى ما وصلش ليه المستوى التاني شايف لعبه الايد كلام كبار ما تصابش يا ده كان سبب من اسباب فشلنا والله العظيم
لحمه طيبين خالص اقسم بالله والله واحد اقسم بالله زي والله لازم والله لازم وفي خالتك عامله ايه دلوقتي يا ابني دلوقتي بتكلم لي طعبيط احنا بنحب نضحك نحب نهزر نحب ان احنا نشارككم لحظات مضحكه يعني ممتعه مضحكه اي حاجه اللي انتوا عايزينها يعني وفي نفس الوقت يعني نضحك احنا برضه ما علينا بقى من موضوع الضحك وسبب بقى اللي احنا اتفقنا وكلام من دوت نحب نتكلم عن نفسنا شويه عشان احنا ما اتكلمنا عن نفسنا خالص طبعا في ناس كتير اصلا مش عارفانا عشان احنا مش معروفين يعني بس انا عامه الاثنين يعني عرفنا بعض من 4 سنين مدرسة ثانوية يعني مكناش اصلا نعرف بعض اتعرفنا على بعض كل واحد كان ليه دماغ اصلا ملهاش دعوة بأي حاجة بس مش عارف احنا صاحبنا على بعض مع ان مفيش تناسق خالص ما بيننا واحد احجام واحد قد كده هو يعني انا بقول لك واحد كده واحد بتاع عصاية كده هو مفيهاش أي حاجة أظن أنت شفت أنا كنت بقى بس يا عيني كنت قالع انت في البيت والله جبت فيديوهات عملنا فلوس زي الرز $0 ما شاء الله حرفيا بجد احنا اتعرفنا على بعض ازاي؟ استنى انا زهايمر بتاع والله انا زهايمر ما فيك بص يا سيدي بص يا سيدي تاتاتي بص يا جماعه احنا اتعرفنا على بعض من حوالي كده 4 سنين او 4 سنين من المدرسه بتاع بقى الاول طبعا مدارس ده ومش عارف ايه كلهم ناس مختلفه طبعا محدش يعرف حد وكلام من دوت ها دوت مثلا صاحبنا ازيك كده اهلا مع السلامه بس كده يعني مش اي حاجه مجرد بالسلام المهم خلصت السنه الاولى جاي بقى في سنه تانية لا مش في سنه تانية الاجازه بتاعت سنه اولى يعني كنت رايح اشتغلت مع ابويا يعني فكنت قاعد مضغوط فشل لا اي حاجه اعملها ما جيش في بالي غير ان ارازي في يوسف مع اني اصلا ما كنتش مصاحبه قوي بس كنت عارف اني قلت ارازي فيه وخلاص المهم طبعا هو كان دماغه متفهمش هو كان بيحب الهاكر قوي هو كان يفضل قرفنا بسبب الحوار دوت ما شاء الله يعني يفضل قرفنا انا بهكر مش عارف انا مش عارف وانا كنت بحب بقى ايه كمبيوترات فاهم فاهمين هو يعني احب الحاجات الجديده اللي بتنزل متابع كنت متابع هو ما كنتش عارف اي حاجه من ده خالص ميح يعني ولا عارف الالعاب اللي بتنزل ولا اي حاجه ولا عارف اسم ايه والله كداب والله ما كنت اعرف حاجه انا كنت بقعد اعلمك يا عم اتنيل بعد كده عمال بقى راسي فيه كل شويه اكلمه هو اصلا يعني مش بصاحبنا اصلا بكلمه على اي اساس اصلا مش عارف المهم بقى ايه فها ها ها كل شويه اقعد راسي فيه دبانه رخمه والله دبانه تخش في مناخيري تعمل كده والله كنت جاي عايز تنتحر بقى جاي تنتحر في مناخيري يعني ما علينا من اللقطه ده فصاحبنا قوي يعني طبعا ما كانش عندي كمبيوتر كان عندي كمبيوتر يعني ما شاء الله كان كنت بس بوصل النت كده اهو وصلت النت اخدت وصله من حد تاني ما شاء الله يعني كنت واخد بس الوصله كان جهاز بيفرفر اصلا ما كنتش عارف افتح ماي كمبيوتر كان مشغل ويندوز اكس بي بالعافيه ما شاء الله يعني ده خارق للطبيعه ما شاء الله يعني ده من عجائب الدنيا السبعه كنت بالكم جدع والله اسعدت ما تعبت اقسم بالله جدع بروسيسور كان ايه؟ سوكت 1 اول سوكت في التاريخ اصلا جميل. اول بروسيسور بيتعمل له سوكت قبل بنتيم بقى وحاجات من دي اول بروسيسور بيتغير بيتشال ويتحط مكانه ما شاء الله عشت حياتك كلها المهم حاولت تجيب كمبيوتر اصلا بس انا كنت عايز اجيب الصراحه موبايل الاول عشان برضه كانش برضه عندي موبايل المهم حوشت وبتاع وكده جبت موبايل عشان بقى ايه طبعا كان بالنسبه لي العاب الموبايل دي حاجه يعني فاهمين يعني ما شاء الله موبايل بقى العاب يا بلعب على العاب موبايل اندرويد انت كنت جايب قبل كده في المدرسه لعبه اللي هي اسمها جانجستر اللي شبه جي تي اي لا كنت جبت قبلها قبل كده جي تي اي سان اندريس لا ما جبتهاش قبل كده هي كانت جبتها جنجستر كنت تقول لها بص على الجرافيك بتاعها ومش عارف ايه وبص على مساحه دقيقه وشويه يعني بص ولا مش الا يعني المهم بقى ايه فطبعا عمال كل شويه اصلا اتفرج على فيديوهات اتفرج كل شويه افضل قاعد على اليوتيوب اصلا على الموبايل اشوف الحاجات الجديده اللي بتنزل حاجات ناس تقعد تجمع اجهزه وبتاع وانا افضل قاعد محصر عايز اجيب اي حاجه فانا قلت بقى انا لازم اجيب برضه يعني فعمال احوش برضه المهم بقى ايه فاخترت اجيب لاب ولا اجيب كمبيوتر
عايز اجيب كمبيوتر الصراحه، ان الكمبيوتر هيكون مثلا بسعر سعر حنين شويه، واجيب جهاز امكانيات حلوه. يعني مثلا لو جبت كان اياميه مثلا جبت مثلا جهاز مثلا 3x4، اجيب لك جهاز اللي كلب الصراحه يعني شغاله كل حاجه. وفي نفس الوقت ممكن تجيب لاب، بس يعني ها شويه يعني هو اي شغله كده، بس مش هشغل كل حاجه كل حاجه يعني. بس حلو جاي بقى، لان لو انا جبت كمبيوتر بفضل ايه محكوم في البيت. لو انا مثلا خرجت مثلا يعني مش عارف نلعب، مفيش حاجه ممكن نلعب بيها، او سافرت او حاجه. فلو جبت اللاب ممكن مثلا مثلا نخرج نلعب وكلام من ده. بس كان في بقى جاي بقى في بالنا اللي احنا عايزين نعمل بقى ايه، قناه على اليوتيوب. فقلت اه خلاص بقى انا هجيب لاب. المهم حوشت وكده اهوت، جبت لاب. المهم جبت اللاب بقى وكده اهوت، فدوبك بقى ايه كان الموضوع كان في دماغنا، بس بعد كده كبرنا منه يعني. خفنا المفروض بقى اللي احنا بصراحه اللي هو شيء متعب، خايفين من الموضوع وقلنا مش جايين همه. بس احنا قلنا برضو اللي احنا برضو ايه هنسلي يعني نسلي في نفس الوقت، وفي نفس الوقت برضو نسليكم يعني. مش هنخسر حاجه يعني لو عملنا فيديوهات حطيناها على اليوتيوب. هو اي نعم وقت عشان مونتاج وكلام من دوت، بس يعني مش حكايه عملتها خلاص يعني مش هتاخد منك يعني مثلا حاجه، تاخد مثلا فيديو تاخد منك يوم ولا حاجه، مش حكايه. وانت بتقعد اصلا ما تعملش حاجه، من تقعد تلعب تقعد على الفيس يوتيوب. طب او ساعات مثلا الواحد زهق عايز يعمل حاجه، طب ممكن مثلا يمنتجش فيديو. خش بقى في الموضوع تاني، احنا عمالين نتفرغ. انتوا ايه رايكم هنكمل ايه؟ بس الصراحه احنا عايزين نكمل. انا عملنا كل الحوار دوت، احنا فعلا كنا قصرنا جامد يعني، ومش عارف ده كنا متعلق فشخ صحي كتير، وكان اصلا يعني مش بسبب الموضوع ان احنا كنا قلنا عليهم في الاول. كان فيه برضو حوارات بالك في موضوع ثالث، وكنا داخلين مسابقات وكان مش عارف برضو دراسه امتحانات وكلام من دوت يعني. اعذرونا يعني. خد بالك في سبب رابع كمان ايه، يعني انت كان فاصل وانا كنت بعزل كمان، فدي مشكله. فيا جدعان قولوا لنا ايه رايكم، نكمل ولا لا؟ يعني نعتزل ولا نكمل؟ الصراحه يا جدعان نفسنا نكمل الصراحه. ويعني نقول لكم نصيحه، يعني الراجل ده، انتوا عايزين الناس تعملوا قناه، يا ريت يا ريت والله تعملوا قناه. حد مثلا يقول مثلا طب احنا ما عندناش مثلا حاجات ممكن نقدر نستخدمها، مثلا جهاز ما عندناش جهاز حلو مش عارف نلعب عليه الكلام من دوت. انا كنت زيكم والله، والله العظيم كنت زيكم. انا جبت الحاجه دي، جبت الموبايل وجبت اللاب وجابي النت كل ده من فلوس، ولا استعنت باي حد، اشتغلت وبتاع وكل دوت عشان اعرف اجيب الحاجه اللي انا عشان اعرف اعملها، ومنها عملنا اهوت قناه على اليوتيوب اهوت. ما توقفوش حلمكم يعني، فاهمين؟ عايزين حاجه عاملوها يعني، ما تفضلوش واقفين، ما تفضلوش حاطين يعني مثلا يعني نفسكم مفيش كاميرا مش هنعرف نصور، انا بنصور بموبايل، جايبين موبايل ونصور بيه عادي وحاطينه يعني. بص منظر خرا اصلا، ومسجلين على كتب وبتاع، وعشان مش جايبين حتى عندنا حاجه يعني، فاهمين؟ ما شاء الله بضعف نفسنا. ما علينا يعني، يا عم ما توقفوش حلمكم، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. عايزين تجيبوا حاجه تجيبوها، اي نعم حاجه غيرت بس برضه حاولوش تهدوها. اي نعم هياخد وقت وياخد صبر، وهتبقوا اصلا هتتشلوا تسالوا مجرب، بس يعني هتستريحوا في الاخر وهتعجبكم الحاجه. حوكم لا مش عارف بس والله قصه كفاح يا استاذ والله. بس يا جدعان شوفوا انتوا بقى ايه رايكم بقى في الحوار دوت، نكمل ولا لا؟ بس اسيبكم انتوا بقى تشوفوا. بس يا جدعان عايزين نقول لكم لو هتوافقوا ان شاء الله يعني باذن الله، باذن الله خلاص احنا الوقت فاضيين، ورناش اي حاجه غير امتحانات بتشوفكم منها برضو يعني. احنا جاي بنغش اصلا يعني، وعدينا كده على البركه، فككم من الامتحان خالص. احنا اصلا لينا برضو سايقينها برضو بص ايام الامتحانات. كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هنقعد نصور فيديوهات ونمنتجها ونسيبها يعني اللي احنا مثلا كل يومين ثلاثه باذن الله يعني كل يومين ثلاثه ننزل فيديوهات. يعني مش هنقعد مثلا مش هنعمل ننزل فيديو كل شهر زي ما احنا كنا بنعمل يعني. ان شاء الله ان شاء الله هننزل فيديوهات وان شاء الله هنكون حلو. انا بنقول احنا مش بننزل فيديوهات عشان ساعات هتخلف فيديوهات كتير جدا صورناها بس مش بتطلع حلو، والمنتجه وما طلعش حلو سايبين، وفي كلام من منتجناه ومسحناه ان هو مش حلو قوي. بس يا جدعان تحب تقول ايه عن الاهانه اللي وصلت من القناه والشتايم والقرف؟ يعني اللي انت عايزينه والله يعني براحتك، كل واحد ليه رايه. مش يعني انا نفسي افهم تمام، واحد بينتقد شخص طب ليه من الانتقاد ما يبقاش باحترام، فاهم؟ لا ده انا هشتمك وهشتم امك واللي خلفك. طب في ايه؟ طب مش فاهم. طب انتقد للشتم مثلا تلاقي شتيمه، طب ممكن اعرف في ايه المشكله؟ لا هي الشتيمه كده.
مش فاهم يعني ممكن انتوا يعني ما شفتوش الهجوم او الشباب اللي وصلت لان تقريبا بتشيل واللي بينزل على اليوتيوب وبعد لها اصلا رساله على الفيس اصلا حد بيجي بيشتري من عارف الصفحه بتاعت القناه الصفحه قصدي بتاعت القناه ولما بيبقى فيه كومنتات بيبقى فيها شتايم بتاع احنا على طول بنشيلها تمام لان اصلا المنظر بيبقى قذر انا مش فاهم ما علينا يا جدعان اللي عايز يشتم هو براحته مش فاهم سبب الشتيمه ايه يعني مش انتوا بتضحكوا اه يا جدعان اللي مش عايز يتفرج على القناه يا جدعان ما يتفرجش يعني من الاخر هو اللي مش عاجبه ما يتفرجش الدرجه دي يعني مش عايز تتفرج ما تتفرجش يعني مش هتقف عليه يعني نعم اه الناس فاشله طبعا يعني ما شاء الله ومفيش طبعا بس انت عارف فكر والله بجد في ناس كتيره حلوه وبصراحه يعني يعني اللي عاملنا من الاول دول الصراحه يعني مش عارف كنا هنعمل ايه من غيركم انا وصلنا 200 وحاجه سبسكرايب منكم الصراحه وفي ناس لسه بتتابعنا من اول فيديو عملناه لحد اخر فيديو يعني دول الصراحه يعني مش عارف اقول لكم وفي ناس تمام عايز فتره بس بيتابعونا برضه في ناس على فكره اي بوست بينزل على الصفحه اللي على الفيس بتاعت القناه لايك وكومنت على طول على طول دول الصراحه ناس انا مش عارفين نقول لهم يعني كده وفي اللي بيخش يقول لك ايه يا ابني انت فين يا ابني يلا نزل فيديو والله العظيم بلاقي على الفيس يخشوا يا ابني انت فين يا ابني انت مختفي بقالك كتير نزلوا فيديو يا جدعان مش عارف ايه وكمان يا جدعان عايزين نشكر اليوتيوبرز بجد اللي دعمونا بجد انا ما صدقتش اصلا لقيت كومنت داخل عاش يا اسطى فشخ انت بجد ولا بتضحك عليا والله مش صدقتش نفسي قول يا ابني خش بالاسماء عندك محمد بيتش ده دعمنا من اول مش من اول بس ده هو دعمنا الصراحه على فكره من اصلا ده اول شخص قال لي ابدا اسس فيديو كل من الناس الفيديو يعني بعمل لكم كومنت يعني الصراحه كتر خيره احنا احنا اللي بنقصر احنا الصراحه بنقصر وساعات كمان ما بنعملش كمان كومنت ده انا متاسف لك لا بس خد بالك ده الوحيد اصلا اللي قال لي ابدا اسس كام عشان تبقى عندك دي دودة زلجر القناة هتلاقيها بص هتلاقيها في النص هو بص هو برضه في الديسكريبشن برضه هنحط برضه في الديسكريبشن ده واحد بيقعد يعمل فيديوهات كروس فاير كل فيديوهات كروس فاير بس والله العظيم حلو بس والله بس حلو والله ومن الاول عملنا من اول خالص من اول فيديوهات ايه ايام ما كنا بنعمل ريفيو خد بالك ومن اول اصلا ما هو ما كانش مشهور دلوقتي مشهور هو من اول ما كان ما بقاش مشهور تقريبا هو تقريبا كان صاحبي تمام وبعد كده بدا يتشهر بقى ومش عارف ايه وبدا يدعمنا وكومنتات ولايكات على تقريبا معظم اول فيديوهات اصلا اللي عملناها من اول ريفيو اول فيديو كومنت وبرده حابب برده نشكر برده ميدو اكس اي تي برضو الناس برضو الحلوه برضو اللي دعمتنا قوي يعني بحب برضو نشكر برضو فيفو طارق ده يعني صاحبنا كان صاحبي الاول يا اسطى وانا اللي عرفتك عليه بوس حاضر احب نشكر برضو ان هو برضو دعمنا برضو من اول برضو هتعرف هو الصراحه اللي بدا يتعرف علينا وبعد كده يعني اتعرف عليه يعني وصاحبنا كده اهوت وكنا عملنا فيديو وفي فيديوهات خلاص صورناها بس خلاص برضه صورناها برضه ما نزلناهاش عشان بتاعت شكل الاول برضه بجد يعني جدعان بحب اشكركم جدا صراحه على كل اللي انتوا عملتوه مع اننا فعلا يعني 200 وحاجه سبسكرايب بس مش اصلا مش حاجه اصلا بس بالنسبه لنا صراحه حاجه انه يعني الناس ديت في ناس مثلا يعني كنا اخدوا الملايين بس اللي بيتابعهم مثلا 100,000 ولا حاجه بس انتوا يعني كده وفعلا دول اللي بيتابعونا هو مش صراحة مش 200 بالظبط يعني بس يعني معظمهم بيتابعونا كل فيديو لقى فيه ناس جديدة شكل كل فيديو لقى فيه ناس جديدة شكل بتتابعنا يعني الموضوع ما فيه قرار في ايديك نكمل ولا نختفي تاني شو ما نختفي عم بقى شوية دخان بقى يلا بقى جرافيك بقى وبتاع يس اشتغل عنك سيي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 ي